جدا. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة عاملين مفاجأة لزوزة وهي داخلة، وان شاء الله يا رب يكون تعجبكم. ان شاء الله عاملين النهاردة مفاجأة كبيرة لماما، وطبعا في يعني اكيد لما تقيم يبقى ماما فيها هيحصل فيها حاجة. هنشوف بقى هنعمل فيها ايه، نشوف بقى هنعمل فيها ايه. وادي اصل من اللي حصل ده، اصل من الجريمة. تعالي نشوف التورته اللي جايبينها ماما بنسبه عيد الام. طبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس والاشتراك في القناه عشان تابعونا كل جديد. يلا بينا نفتح التورته. بسم الله. طبعا الفيديو اللي فات انا ما سبتش فيه حاجه اصلا غير لما اكلتها، فاكيد هاكل التورته كلها. انتوا فاتحه ازاي؟ في ناس اتقاس خلاص مننا كل سنة وانتي طيبة يا مامتي. وادي التورتة اللي جايبينها ماما. صحيح. ده اظن بتاع ده اثر الجريمة كبيرة. دي المفاجأة الكبيرة يا رب تترعب منه. طبعا طب غطيه. طيب بس يا رب تترعب منه جنبي. طبعا هنقول للماما في ان احنا جايبين تموين. بابا جاب لك تموين افرج عليها. وديت مش عارفه بتاعت بتغلي لبن تقريبا. وده كنك انا بحبه قوي، ما بحبش القهوه بس بحبه. ودوت طقم صواني، وده طقم حلل هاخده منها بعد الفيديو اصلا، هعينه الجهاز ان شاء الله يعني. ما علينا، ويلا نستنى ماما ويا رب تيجي بدري. ما نشوف بابا جايب لماما ايه. يلا بابا تعالى. طب ابعد بس ارجع ورا شويه. ده احمد وبابا. خلاص يا بابا. شفناها من البلكونه دلوقتي طالعه على السلم. تعالوا نشوف بقى هتعمل ايه. استنونا. اسمع. لسه استني يا ماما. استني انت طيبه يا ماما. انت جاموس انت كمان. سال ضيع دي في غمضي. غمضي غمضي غمضي. ايوه غمضي. جاي كده جاي بالك. هاتي دي كده. هاتي دي. هاتي التليفون. لا ما تنفعش خلاص. ماشي يلا زي ما رجعي. ارجع الضهر. رجعي تعملي استنباط. اه مصوره. ارجع. لا لا عيب عليك. وفي بقى هنا كده. وفي بقى هنا. وفي بقى استني ما تلفيش ما تلفيش. غمضي. لا خلينا نفتح. خلينا نفتح. استني النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ انت ليه الفيديو بتاع امبارح؟ ايه ده بقى؟ تعالي لي بريزنت. طب النهارده ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا ماما. رسالة طيبة يا ماما. ما تبصيش برضه. لفي اهو. ما تخليش تبص. وني كل سنة طيبة. انت طيب يا ابويا. استني بقى يلا لفي. واحد بعد بابا كده بعد اذنك. طب يلا اعمل ايه طيب؟ واحد بابا جاب لك مفاجأة جميلة. أول مرة أول مرة بقى لي كام سنة؟ واحد اثنين ثلاثة. طبعا احنا حوشنا في دمك كتير وبابا هو اللي كمل عليك. تعبنا عمال ما جبناهم والله. وانا جبت لك احلى حاجه انت عايزاها. تمويل. الحمد لله. حمد جاب لي التمويل. شاركونا يا جماعه. شوفي جاب لك ايه التمويل. يلا اتفضلي. لا احطك على هدايا الاول. لا التمويل. تمويل يا ماما التمويل بيجيبيه. انت بتجيبي لنا الهديه ولا انت بتجيبيها لنفسك ولا يعني ايه؟ ما انا طب بصي اتاكدي على السكر والزيت والحاجه دي. ايوه يا ماما. اهو 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 اهو. ايه رايك؟ كل سنه وانت طيبه. كنت عاملها لك على خاطر النهارده بس. ها؟ ايه ده انا هنا رمضان. الحمد لله. اصلا حاسس بابا خليك تكنس الصلاه دي كلها. شفتها ولا لا؟ شافت ماما شافت زوزة. استنى بقى خلينا نسرع ماما بقى علشان ما حدش يسرقني. اصلا؟ طب قطعيها. طيب دي احمد انا هلا بقى. دي احمد فيها ريش. دي المفاجأة الكبيرة. يلا نشوف زوزو هيعمل قطعينا التورته بقى. بس هم كلهم خليكم ليها يا رب.
كل سنه وكل عيد ام طيبه يا رب كده وخلي لها عيلها ان شاء الله. يعني هاكلكوا كمان؟ اكيد يعني. مش انا اللي اكلها؟ لا طبعا. انا الام. ما احنا اللي هناكل معاكي، ما احنا احنا تعبنا برضه. انا البنت. انا ماما. تعبنا. انا الصغير اللي فيكم المفروض ان انا اصلا؟ يلا نشوف زوز كمان. عايزه استنى بس ابتدي اتغننوا كمان. يلا ولا تسعد. طب وانا اولى بيه تديت لهم هذا اللي ضحكتوا عليا الفيديو اللي فات كلكم كلتم وسرقتم وانا ما سرقتش. يعني وانا ايه؟ احمهم اعوذ بالله. الشوكولاته بتاعتي. بص احنا ده بطلوا سرقه بقى انتوا، بطلوا سرقه، محدش يمد ايده تاني. الحمد لله لسه حاميها بالشوكولاته. طبعا في فيديو امبارح انا اللي اخدت الشوكولاته زي ما قلت، وانا اللي اخدت البيبسي، وانا اللي اخدت الاندومول اللي في الشطه. اتبهدلنا طبعا. ماما ده ما بيتاكلش. ايه ده هو ده يا اساسا؟ حد جايب ورد في التورته؟ اظن انا اول واحد. انا الكبير. شكرا ميرسي ميرسي. اظن دي طب شيل شيل ما واع حد يشيل بقى. يلا يا رشيد انا هاخد اللي عليها دوريه. انا ماليش دعوه. لا انا اللي انا مستنيه دوريه من اول ما جبت التورت. انا عارفه ان انا بختار التورت كده ابدا ابدا. لازم اسرق يا جماعه. انا بيتعمل عليا حوار. مسكي مسكي ماشي معايا. مش مناديل. طب جايبين لي التورته من غير مناديل. شوف بقى فين التاني. تاني لازم التاني. دي عيقه. خد يا ماما. والله ولا تزعل. ماما جاية بقى ان شاء الله نسرق كوكا. كون بقى جايبين لي ماما تورتاية اكبر ونعمل حاجات احلى. نكون عاملين عيد ام كبير وداعيين فيه ناس كتير بقى. تعالوا كلوا معانا عيد ام و... لا عيد ام وداعيين الناس. فرحك بقى يا يارا. فرحك بعد الشر ان شاء الله قريب. بعد الشر علي بعد كليتك. ايوه. محدش يستقل من بابا على السر اصلا. ونشوف كل فيديو الجاي. مفيش عندنا اسرار. احنا عيله بلا اسرار. اه عيله فرفوشه. كله بيتقال كله بيتقال. يعني انتوا عايزين نقول ان يارا جايوره. لا مفيش الكلام ده. تعرف تاكل. ايوه. طبعا الحته دي هتبقى صيف المونتاج. مش هعملها مش هنزلها. لا 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 كل حاجه هتقال. كل حاجه هتقال قدام الكاميرا. وكل سنه وانتم طيبين وكل عيد ام وكل ام طيبه وبخير يا رب. عايز اقول لك اصلا هو لو شافني ربنا يخليكم لينا ويفرحكم. والله لو شافني ما هيطفش. والله انتوا ناقصينك بقى. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله بحاجه كويسه وحاجه مفيده وفرح يارا. لا وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين.